كيف تصير صانع أفلام أو مخرج مسلسلات تلفزيونية؟ أكثر سؤال بنسأله كيف تتعلموا هاي المهنة وكيف تدخلوا لهذا المجال؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم يلي رح أشرح لك فيها وأعطيك مصادر كيف تتعلم صناعة الأفلام. مرحبا، يسعد اوقاتكم. انا محمود الجبلي، مرة الكاميرا زوجتي رما طحان. نحن صناع افلام عم نحاول نفيدكم بهي المعلومات القصيره والسريعه في عالم صناعه الافلام وعالم الصوت والصوره. صنعنا عشرات الافلام يلي دخلت الكثير من المهرجانات الدوليه وحصدت الكثير من الجوائز. لهيك بعد هي المسيره قررنا انه نعلمكم صناعه الافلام، مو بس هيك، نعطيكم الطرق كيف تتعلموا لحالكم وشو هو الطريق السليم لحتى تفوتوا عالم صناعه الافلام وتتعلموه بانفسكم. بنفس الوقت نحن عم نعلمكم من خلال هي الدروس يلي عم تم انتاجها من قبل فريق كوميرا وضمن سلسله سينماتيك، نعطيكم مفاتيح لتعلم صناعة الأفلام ونشرح لكم أشياء في عالم صناعة الأفلام تطبقوها بالبيت ومن خلال أبسط الأدوات وأيضا دروس متخصصة للمحترفين إن كان في عالم السيناريو أو عالم التصوير السينمائي أو عالم الإخراج وككل في عالم صناعة الأفلام. موضوع حلقتنا اليوم كيف نتعلم صناعة الأفلام. أكثر سؤال سألته اليوم بدي أكون موضوعي، خدوها من شخص كان عنده خبرة طويلة بالإضافة لتوج هاي الخبرة بتعليم أكاديمي وتخصص في الجامعة، يعني اطلعت على كل شيء، وبعد هاي الخلاصة رح أعطيك الزبدة شو تختار، الجامعة أم الخبرة العملية أم شو بالتحديد. وطبعا اصدقائي بضمن هاي الحلقه نحن عم نركز على صانع الافلام او المخرج، وبالتالي وتلقائيا رح يخطر في بالك انه اول شيء انت بدك تحط في بالك انه انت بدك تصير مخرج، انت بدك تصير صانع افلام، مانك متجه لخط ثاني، وهون انت فعليا قررت انه تصير صانع افلام. طيب يا صديقي، بعد ما قررت انه تصير صانع افلام شو هو المنحى اللي لازم تمشي فيه؟ طبعا يا صديقي عندنا مسارين، مسار الاكاديمي والتعليم الاكاديمي، واثنين الخبره العمليه واكتساب الخبره من قبل اصحاب الخبره. اذا حكينا شوي عن المنحى الاكاديمي شو انا لازم اختار ولوين لازم اتجه، اول شيء تلقائيا عنا الجامعة. وطبعا في العالم العربي في بعض المعاهد يلي بتدرس السينما وفي منهم كليات بتدرسوا راديو تلفزيون سينما، لكن اكيد انت بدك تختار التخصصات اللي فيها السينما وما تتجه ابدا للاعلام او الصحافة، لانه هذا الشيء مختلف تماما عن الشيء بدك تختاره. وطبعا وقت بنحكي عن تعليم اكاديمي نحن بنركز على المعلومات النظرية اكثر من المعلومات العملية، ورح نحكي بعد شوي ليش. طبعا مو انت اللي بدك تركز، تلقائيا الجامعة هي رح تركز لك على الامور النظرية ورح تعطيك معلومات اكاديمية وتحكي لك عن تاريخ السينما لحد الان والقواعد بشكل نظري، وبالإضافة لتدريب عملي أقل من النظري. وأيضا جانب آخر من التعليم الأكاديمي في حال ما عندك جامعة أو ما عندك وقت تدخل الجامعة هني مدارس السينما المتخصصة، مو دورة 6 أيام أو 7 أيام. في عنا مدارس سينما بتعطيك 6 شهور أو سنة كورس عن إخراج بشكل تخصصي أو سيناريو أو أي شيء آخر، يلي بتدرس فيها مخرجين معروفين وأصحاب خبرة. وهون عرفنا المنحة الأكاديمي إنه عنا مدارس السينما وعنا الجامعات. المنحة الثاني عنا التدريب العملي، أنت كشخص لازم تطبق كل شيء عم تتعلمه، كل شيء بتشوفه على اليوتيوب، كل شيء بتشوفه من خلال التجربة يلي رح تحضره، مثلا رح تصور فيلم مع أشخاص أصحاب خبرة تعلمت منه شيء، تضل تجرب. مهنتنا هي مهنة التجربة لحتى توصل لأسلوب خاص فيه. أيضا من منحة التدريب والتجربة هو تقرأ روايات وتشوف أفلام وتطلع على أي شيء في عالم صناعة الأفلام وتطبقه بإيدك، ما توقف أبدا، كل يوم لازم تكتسب معلومة جديدة، كل يوم لازم تأخذ مفتاح جديد وتتعلمه وتتقنه وتحطه على الرف لحتى تستخدمه بفيلمك المستقبلي. طيب يا صديقي، هل ممكن استغناء على أي منحة من هالمنحيين؟ يعني اعتمد على التجربة ما اعتمد على التعليم الأكاديمي، أو اعتمد على التعليم الأكاديمي ما اعتمد على التجربة؟ برأيي وحسب تجربتي الشخصية التعليم الأكاديمي والتجربة هن عنصرين لازم يندمجوا مع بعض لحتى نوصل لمخرج ناجح عنده النظرة الأكاديمية وعرفان تاريخ السينما وعرفان الفن والحضارات والفن كيف تطور وكيف امتد. هذا الشيء رح يوسع دماغه، وأيضا رح يتعلم القواعد السينمائية لحتى يتعلم مؤخرا كيف يكسرها وليش انوجدت هاي القاعدة ومين استخدمها وكيف تم استخدامها، وهو بعدين من خلال التجربة بتعلم ليش يكسرها، بينما التجربة بتعطيه الاحتراف وبتصقل له مهاراته الأكاديمية، فمنوصل لخلطة رائعة وجميلة جدا ومتقنة لشخص دمج التعليم الأكاديمي مع التجربة. طبعا يا صديقي أنا بنصحك من أول لحظة قررت تكون فيها صانع أفلام إنه تبلش تصنع شغلات صغيرة وتجرب وتشوف، تتعلم من أخطائك، بلش من الناس حواليك، بلش من رفقاتك، بلش بسيناريو صغير، بلش بفيلم من شخص واحد. هذا الشيء شرحناه كله بالقناة، كيف تعمل فيلم لشخص لحالك أو إذا كنت مع مجموعة، وكل شيء تفصيلي موجود بهي القناة لحتى تصنع فيلمك الأول تتعلم منه من التجربة. هلا ممكن شخص يتساءل، أنا في بلدي ما في أكاديميات ولا لي قدرة أدرس بالجامعات، بدي أتعلم صناعة الأفلام وأنا موجود بالبيت. لهيك رح أعطيك اليوم مراجع ممكن تفيدك تبلش عالم صناعة الأفلام وتتعلم تعليم نظري لحتى تطبق هي المعلومات. أول شيء وقبل ما بلش أعطيك المراجع، تعلم لغة إنجليزية. عالم صناعة الأفلام بدون لغة إنجليزية ما رح تقدر تخوضه بشكل كبير ورح يكون في عندك عراقيل كتير. المرجع الأول عندنا موقع نو فيلم سكول، هذا الموقع فيه مقالات مستمرة عن عالم صناعة الأفلام وشو فيه جديد ومعدات. من القنوات الجميلة والرائعة هي قناة فيلم رويت.
وهي القناة أمريكية قم عليها صناع أفلام محترفين بعلموا صناعة الأفلام بشكل جميل وبسيط ورائع. عنا المصدر الثالث كتاب شوت باي شوت أو لقطة بلقطة، بشرح لك الإخراج السينمائي وبعلمك كيف تكون مخرج بشكل نظري وأكاديمي. عنا أيضا كتاب السيناريو لسيلتفيلد، لازم يكون عندك نظرة كيف بنكتب السيناريو وكيف بنعمل السيناريو، وممكن أنت تبلش أساسا تكتب أفلامك بشكل مباشر. عنا أيضا أكاديمية نيويورك فيلم سكول، عدا أنه هي بتعطي دروس وجها لوجه، هي أيضا في عندك كورسات أونلاين. بدي أنصحك نصيحة، في حال عندك شغف ما في شيء بوقف قدامك وفيك تتعلم هاي المهنة وتفوت هذا العالم بشكل ساحر. وبالأخير رح أعطيك مصدر ممكن تبلش فيه، هو قناتنا. طبعا هاي مو رعاية، لأنه فعلا نحن عدينا لكم قوائم تشغيل ممكن تفيدكم وتدلكم بشكل مباشر كيف تبلشوا عالم صناعة الأفلام. مثلا في عنا كورس للسيناريو موجود في القناة وكورس للمونتاج، وبالإضافة معلومات سريعة وفنية عن عالم الإخراج وعالم صناعة الأفلام موجودة بدروس متفرقة، رح أحط لكم كل هاي اللينكات بالوصف، فيكم ترجعوا لها وتبلشوا تصنعوا فيلمكم الأول. هاي معلوماتنا اليوم أصدقائي، بتشكركم وبتشكر مشاهدتكم لهي الحلقة، وأيضا بتشكر راما من وراء الكاميرا يلي عم تساعدنا أيضا بالتصوير وبإعداد هي الحلقات. طبعا أنا وراما نحن صناع أفلام، حطينا على عاتقنا أنه نقدمكم هي المعلومات بعد رحلة من التعليم الأكاديمي ورحلة أيضا مستمرة من العمل في عالم صناعة الأفلام وأيضا فن الصوت والصورة. أنا محمود الجبلي ومن وراء الكاميرا زوجتي راما طحان، بحب حييكم وأقول لكم سلامات.